السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرسيان سؤالان ينبرتمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ويصدون عن سبيل الله. {وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {لكن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا سالا ينكدوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سيلة أولى وانتقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير "والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم "والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا حسبك سؤالا ينتر أخير سيلا باتشا كان آيات بريكوت سيشارة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب بك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساء وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله Sadaqallahul Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begitulah tadi hafazan yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Akmal bin Abdul Talib dari Negeri Kedah